يروي الإمام مسلم في صحيحه عن الصحابي عياض أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. ويروي الإمام أحمد في مسنده والبيهقي في سننه عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. حسنه الإمام الألباني رحمه الله. حديثنا في هذه الدقائق المباركات عن العفة، هذا الخلق العظيم الذي هو خلق الأنبياء والصالحين. العفة علامة من علامات الصدق والتقوى والإيمان. النوع الثالث من أنواع العفة: العفة عن أموال الغير. العفة عن أموال الغير. المسلم عفيف النفس، لا تمتد يده إلى مال غيره ولا يأخذها بغير حق، ويتأكد ذلك إذا كان قد ولي على أموال المسلمين أو على المال العام كما يقول أهل الفقه، يصبح الأمر أكثر تأكيدا. فمن ولي من أمر المسلمين شيء وخصوصا في قضايا المال فعليه أن يكون عفيفا وحريصا وأمينا على أموال المسلمين. انظر إلى هذه القصة التي ترويها كتب السير في عهد عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس. قال، تقول الرواية، أن أحد عمال عمر بن عبد العزيز جاء إلى عمر وجاءه في بيته ليلا، فلما دخل العامل إلى بيت عمر أمر غلاما أن يأتي له بشمعة غليظة كبيرة فأوقدها، فطفق عمر بن عبد العزيز يسأل العامل عن أحوال البلد التي جاء منها وكيف أحوال المسلمين وأحوال المساكين والفقراء وهكذا. قال: فلما فرغ العامل من سؤاله عن عامة المسلمين بدأ يسأله عن خاصة نفسه، فقال له: يا أمير المؤمنين، وكيف حالك في مالك وأهلك وعيالك؟ فأخذ عمر بن عبد العزيز فأطفأ الشمعة، الشمعة أطفأها، ثم دعا الغلام فقال له: يا غلام ائتني بسراج. فأتى الغلام بسراج يكاد لا يضيء، ضعيف جدا. فتعجب العامل، قال له: يا أمير المؤمنين، فعلت أمرا حيرني. قال: وما ذاك؟ قال: لما كنا نتحدث عن أمور المسلمين كانت الشمعة مضاءة، فلما سألتك عن خاصة نفسك أطفأت الشمعة وأتيت بسراج ضعيف لا نكاد نرى. قال: كنت تسألني عن أحوال المسلمين وأمورهم، وهذا مال المسلمين، فلما سألتني عن خاصة نفسي أطفأت نار المسلمين. هذه هي العفة في أولياء الأمور، في من والله الله تبارك وتعالى أموال الناس. عفة وأمانة وورع عجيب. هذا الورع وهذه الأمانة وهذه العفة هي التي أوصلت هؤلاء الناس إلى ذرر إلى قمم الكمال، بعلو همتهم وبصدق أمانتهم وبصدق حديثهم وبعفتهم عن أموال الغير. فالمسلم يا عباد الله
يتعفف ولا يطلب ولا يأخذ من أموال الناس شيئا إلا بحق الله تبارك وتعالى. أسأله سبحانه بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله.